موضوع فريق نادي الزوراء. ينضم معي عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء السيد عبد الرحمن رشيد. أبو أزاد، مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبتين، مرحبا إلى مشاهدي قناة السامراء وإلى حضرتك أستاذ حميد الغالي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. اليوم يعني الكلام المتداول أكثر، خلني نبدي به، وهي هناك تصريحات على أساس أنه من حضرتك أنه فريق نادي الزوراء راح يعلن الإفلاس، رغم أنه أنا اتصلت بك يوم أمس وأكدت لي أنه هذا الكلام عاري عن الصحة، لكن بد اليوم أنه الجمهور يعرف الحقيقة من حضرتك. نعم أستاذ عبد الرحمن. أنا قبل هذا نفيته يعني الخبر بالوكالة الأنباء السومرية. بصراحة هي القضية كانت ليس الإفلاس ولكن أزمة مالية. الزوراء كل موسم يعني يكون في أزمة مالية مع وزارة النقل الراعي الرسمي، خصوصا الآن البلد تمر بظروف صعبة. كان هناك مليار من مجلس الوزراء على أساس ينطلق النادي الزوراء مليار والنادي الميناء مليار. بصراحة يعني قبل شهرين تعرف المعامل الروتينية في العراق، مع الأسف تحوي وزارة النقل إلى مالية والمالية للعراق أخذت وقت من عندنا وما انطلقت يعني المبالغ، وهنا صرنا في أزمة مالية يعني في النادي، خصوصا اللاعبين اللي لم يستلموا الدفعة الأولى ولا الكادر التدريبي مشكورين، وهذا دلالة على حبهم للنادي أو حبهم للكرة العراقية بالذات أو ثقتهم بالإدارة. المهم تنحسب لهم يعني بصراحة خلال 4 أشهر لحد الآن ما مستلمين ولا مبلغ من الدفعة الأولى يعني، طيب وخصوصا احنا عندنا مشاركة يعني نعم. في أبطال آسيا يوم 21/1 مع فريق ديبو كورت الأوزبكستاني. يعني تعرف يعني لازم هناك يكون مبلغ من المال المشاركة في هذه البطولة، ونتمنى إن شاء الله خلال الفترة ننجز هذا مع وزارة النقل الراعي الرسمي بإطلاق منحة مالية. احنا دائما ما عندنا ميزانية ثابتة، مشكلة نادي الزوراء كل الأندية عندها ميزانية، نادي الوحيد بالعراق ما عنده ميزانية ثابتة، نعتمد على المنح. يعني منح يعطوني الشركات مثلا يعطيك نادي فلان شركة 500 مليون، من تراجعهم مكان 500 يعطيك 250. هاي كلهم ما يعرفوها، لا الجمهور لا الإعلام، دائما نوقع في مشاكل في هذه النقطة يعني بصراحة. بالضبط. أما مسألة إفلاس، لا ما أعلنت إفلاس، قلت هناك أزمة مالية كل سنة نواجه هذه المشكلة. نعم استاذ عبد الرحمن، يعني انتم عندكم يعني مشاركه اسيويه مهمه للتاهل للملحق او التاهل لدور المجموعات دوري ابطال اسيا، واللاعبين والجهاز الفني لحد الان صار لهم 4 أشهر ما مستلمين ولا فلس. ما تشوف هذا الموضوع راح ياثر على نفسياتهم وحتى على اندفاعهم؟ والله بالعكس، احنا قلت لك هي يعني اكو سببين، يعني السبب الاول يعني حبهم للنادي، والسبب الثاني عندهم ثقه بالاداره دائما، خصوصا يعني الكابتن باسم قاسم موجود معنا. قبل 3 سنوات حصلنا على الدوري كنا دافعين 30%، اخذنا الدوري وانتهى الدوري باقي 70%، واعتقد من رحم الوزير واعطيناهم 70% من كل المبالغ. يعني الحمد لله موجوده، يعني المبالغ موجوده، بس المشكله تعرف ظروف البلد وتغيير رئيس الوزراء، وعلى ما يجي الوزير ياخذ وقت طويل يعني، بس المبالغ موجوده يعني منح المبالغ موجوده بحدود 3 مليارات الى نادي الزوراء الرياضي، منها 2 مليار من مجلس الوزراء ومليار عفوا 2 مليار يعني اطلق يعني كل الانديه ياخذ 2 مليار، وعندنا 1 مليار هو من مجلس الوزراء. مجرد نوع اداريات روتين ان شاء الله ونكون عند الوعد ويعني عند التزامنا عفوا ندفع المستحقات الماليه للاعبين. هم مشكورين للامانه، هم مشكورين. طبعا الحاله النفسيه نعم هناك قد يكون حاله نفسيه، ولكن بصراحه انا متواجد يوميا يعني اللاعبين مندفعين بشكل قوي ويعني يحبون يحققون نتيجه مع النادي الاوزبكستاني، واذا كان مع النادي العين من ضمن الكادر التدريبي من ضمن اللاعبين عندهم هدف ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه. طيب استاذ عبد الرحمن، اليوم يبدو انه توقف الدوري يعني ذات تاثير يعني سلبي كبير على اللاعبين وعلى فرق انديتنا. اليوم شفنا الخساره السداسيه لفريق نادي الشرطه في البطوله العربيه للانديه الابطال. يعني هذا الموضوع يعني شو راح تروح تحلوه توقف الدوري في حال يوم غد يعني عدم اقرار استئناف الدوري او يعني هذا من هذا القبيل، شو راح تقدر تتصرفون في باقي الايام
وانتم ما بقى لكم شيء عن مباراة اوزبكستان؟ كن واقعين، امور الفنيه بالدرجه الاولى لها تاثير كبير. المباراه الوديه وليس مثل ما المباريات الرسميه، يعني فنيا راح يتاثر. احنا يعني كل الفرق بالذات منهم زوراء، احنا يعني اكو هناك اختلاف بين نادي ونادي بصراحه، يعني بين كل نادي يختلف وضعيه. احنا كنادي زوراء يعني نتعامل بشكل واقعي كأن دوري ما موجود، يعني تدريب هناك عندنا مساله من قبل المشاركه كان نسوي معسكر يعني بحدود 7 ايام اذا كان في تركيا، يعني نسوي مباراتين على مستوى عالي وان شاء الله ننطلق للبطوله. نعرف طالما ما لا يوجد دوري اعتقد فنيا ياثر على الفرق وعلى اللاعبين. طيب يعني ما ممكن انه خلال هاي الفتره مثلا اجراء بعض المباريات التجريبيه، الترويح عن اللاعبين، خلق نوع من المنافسه حتى للاعب يعني يحس بالضجر والملل من بس وحدات تدريبيه وفقط وبعيد عن المنافسه. استاذ موجود المباراه دائما كل اسبوع نلعب مباراه، لعبنا مع بغداد، لعبنا مع تاجي، لعبنا مع طلبه، عندنا مباراه دائما نلعب مع الصناعه مع الفرق الاخرى، مباراه مع الحدود مع صناعه الكهربائيه، عندنا مباراه دائما يعني موجوده، ولكن ليس الطموح. يعني المباراه الوديه تختلف عن المباراه الرسميه، يعني هاي دائما يعني نقطه يعني قد الظروف يختلف جذريا. يعني من تدخل منافسات يعني تدخل طابع رسمي، اما انت مباراه وديه ما اعتقد يلبي طموح، مثل ما يكون مباراه اعلى من مستوى نادي الزوراء الى طموح اقوى. يعني يعني نتمنى المعسكر هي الوحيد تخدمنا، يعني كان مباراه صبح عصر تدريب ومباراه قويه على مستوى عالي، اعتقد هذا الوحيد راح تخدم نادي الزوراء قبل دخولنا للمباراه الرسميه يوم 21/1. طيب استاذ عبد الرحمن، نرجع للازمه الماديه في سؤال اخير لو سمحت، يعني اكو هناك بوادر لحل حاله هذه الموضوع؟ ودائما الامل موجود، دائما البوادر موجوده، ان شاء الله يعني تحركنا بشكل ايجابي من اتجاه الوزير اتجاه المسؤولين، نتمنى ان شاء الله خلال يعني اسبوع او اسبوعين تنحل القضيه، نتمنى يعني عندنا امل راح تنحل القضيه بعد تدخل جدا يعني مسؤولين بهذا الموضوع، نتمنى ان شاء الله تنحل القضية خلال أسبوعين إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم وياي ضيف عزيز وهو الإعلامي سردار الهركي، يريد يسألك فد سؤال أستاذ عبد الرحمن. نعم أستاذ عبد الرحمن، مساء الخير عليك. حبيبي أستاذ سردار الورد، شلون الصحة أحوالك؟ الحمد لله، شلونك؟ صحتك زين إن شاء الله. الحمد لله. نعم. حبيبي أستاذ زين، يعني أنتم تعلمون أنه فريق الزوراء في مواجهة صعبة مع بوديوكور الأوزبكي، وبعد ذلك راح يذهب الى الامارات ويلعب مع نادي العين. يعني الناديين لربما يعني من افضل الانديه في اسيا، هل ناقشتم هذا الشيء مع يعني المسؤولين في سبيل يعني يعني سبيل عن هذه الظروف الماليه، يعني حتى تدخلون في هذه المباريات وانتم مرتاحين؟ يقصد استقطابات النادي ابو ازاد، استقطابات اللاعبين، استقطابات. نعم، او احنا كلاعبين موجودين في نادي الزوراء على مستوى عالي، وعلى يعني ينضم حدود 5 لاعبين منتخب في منتخب الاولمبي، عندنا 3 لاعبين منتخب الشباب، عندنا بحدود 5 لاعبين منتخب وطني اعتقد، وعندنا محترفين 3، اعتقد العناصر كافيه يعني بصراحه، وعندنا ثقة احنا بالكادر التدريبي وثقة باللاعبين من نحقق نتيجة. احنا دخلنا عندنا خبرة من دخلنا بطولة ابطال اسيا العام الماضي اول مرة، حققنا نتائج ايجابية، فوزنا على نادي الوصل مرتين 5-0 و5-1، خسارتنا 2-1 اعتقد خسارة كان غير يعني قاسية كان علينا ويا نصر السعودي، وتعادل مع الذهباني الايراني ومن اقوى الفرق الايرانية مرتين 2-2 و0-0، اعتقد عندنا خبره ومشتركين. نادي ديبوكور الاوزبكاس عندنا معلومات وافيه جدا، حصلنا على اشرطه فيديو، احنا سبق وفزنا على نادي بختكور الاوزبكستاني في اوزبكستان، كان يضم 9 لاعبين من منتخب اوزبكستان،
يعني ما عندنا، يعني بصراحه ما عندنا نوع من الخوف، عندنا امل قوي، عندنا دفاع قوي بان نحقق نتيجه. وفريق العين الاماراتي احنا كنا نعرف عين الاماراتي الان مستوى عين الاماراتي، والان استلم الكابتن غازي فهد وهو كان احد اللاعبين هذه الزوراء، عندنا فكره وجيزه عن الفريقين، ولكن هي فقط مساله التوفيق، يعني مساله الاعداد. اذا دخلنا باعداد قوي الكادر التدريبي واللاعبين وكلهم، هذا كلام من عندهم وليس من بان راح نحقق نتيجه ايجابيه، والثقه موجوده ان شاء الله. ان شاء الله الفرق كلها متساويه، ان كان زوراء، ان كان عين، ان كان نصر، كلها فرق. الفرق العراقيه بصراحه واللاعب العراقي قاره اسيا وخصوصا في اتحاد الاسيوي يحسبون حساب خاص له، موجوده كل الصفات المهاريه والصفات المميزه في اللاعب العراقي، ولكن ينقصنا فقط التنظيم والتخطيط، هاي مشكلتنا على الاسف. استاذ عبد الرحمن، ناقشتم الاتحاد العراقي على اساس يعني هنالك على اساس ياجلون مباراه الزوراء لان اكثر من لاعب يمثل المنتخب الاولمبي. 5 لاعبين من الاولمبي، نعم صحيح اقول. والله شوف مساله التاجيل، احنا عندنا 6 لاعبين منتخب الاولمبي، يعني من طالبنا الاتحاد بان اللاعبين يلتحقون يوم 15، هم قالوا راح نخاطب الاتحاد العراقي عن طريقكم، بل كم ياجلون المباريات الى فتره اخرى. انا اقول لك اياها شخصيا، يعني الاوقات ثابته، يعني مستحيل يصير تغيير بالاتحاد الاسيوي، يعني طول المواعيد قبل شهرين، يعني 14 راح يلعبون يوم 21 يوم 28، اما ابطال المجموعه يبدا يوم 10، يعني ماكو وقت مجال ياجلك يوم واحد. يعني انا لحد الان ما محصل على جواب، بس انا راح اجاوبك، مستحيل الاتحاد الاسيوي يعني ياجل لك يوم واحد، ولهذا احنا لازم نكون جاهزين يوم 21/1. طيب واللاعبين راح يجوك قبل يوم واحد، تعتبر يعني يجون اتم الجاهزيه استاذ عبد الرحمن؟ لا، احنا اتفقنا ويا الاتحاد العراقي والمدرب عبد الغني شاهد بين التحقون يوم 15 في شهر. اها، كل التوفيق. والله احنا قلوبنا وياكم استاذ عبد الرحمن، قلوبنا وياكم، ندعي لكم ان شاء الله بكل التوفيق، ويا ربي التاهل الى دوري المجموعات في دوري ابطال اسيا كره القدم. من نفسك الطيب استاذ. شكرا جزيلا. انضمامك معنا.